أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالمحاضرة الأولى بعنوان Introduction to Robot Touch and Train Methods. طبعا كلمة نفض هي كلمة مشتقة يعني من اللغة الإفريقية وهي نفتا. كلمة بتروليوم تكون من جزئين اللي هي بترا اللي تعني روك يعني الصخور، كذلك أوليوم تعني النفط. تصير اللي هي الكلمة الدارجة اللي هي البتروليوم. تطلق كلمة البلاك جولد على النفط بصورة عامة، وأدى طبعا الهيفي ليكويد هيفي ليكويد بلاك كولور ترين تو براون اور جرين. طبعا هو عادة النفط يعني اللي هو الخام لونه يكون يعني اما يكون اللي هو براون يعني جوزي او يعني بني او جرين اخضر. طبعا عادة البتروليوم يعني هو فليمبل قابل للاشتعال لانه محتوي يعني كثير لوت اوف فليمبل سبستنس يعتمد على مواد قابلة للاشتعال. كل على النفط يعني بصورة عامة يحتاج الى اختراق يعني قشرة الارض، في بعض الاحيان يعني توصل الى مثلا 10 كيلو متر او اكثر. طبعا هذه العملية اللي يعني الاختراق تحتاج الى العديد من البروسيسنج، وتكون عملية يعني معقدة لاختراق قشرة الارض وطبقات الارض. طبعا كثير من الدراسات يعني في مجال الهيستوري التاريخ يعني اكدت انه الصينيين اول ما حفروا بير قبل 256 عام قبل الميلاد، اللي كان هو يعني لاستخراج الماء اللي هو اكستراكت جراوند ووتر، استخراج المياه الجوفيه. طبعا كانت the basic principle of this drilling method they used the little change. طبعا هذه الطريقه اللي استخدموها حاليا هي تغيرت قليلا يعني من وقتها كان هو مستخدمين الطرق اللي ممكن يستخدموها مع حاليا مع التطوير. كذلك يعني the first drilling well in America was in 1859 by the hammer drilling. يعني استخدموا طريقه الهامر درينج اللي لعمق 23 متر اللي هو الكولونيل في حينها دراك اللي هو نفذها في ولاية بنسلفانيا. طبعا عمليات الحفر اللي تحدث يعني الويلز اللي هي يعني آبار الأويل والغاز، طبعا عادة اختراق لأعماق معينة، ولكن هذا الاختراق يكون غير مرئي يعني invisible. فلذلك يعني هم دائما الخبرة الموجودة وفل الديفايسز مالتهم والمعدات في سبيل انه يوفوها من اجل الوصول الى العمق الصحيح والتوقع. طبعا بزيادة المعرفة لمهندس النفط البتروليوم انجينير ديس ديفايسز عن كلمت على الاجهزة اللي بيخدمها راح تساعده كثير في انه يكون قادر على يكون جايد ومشرف على تنفيذ الحفر الحضار وبنجاح وتوضيع والسيطرة على العمل، وتكون مفيدة في الوصول إلى أهدافه ومن خلال المعدات اللي يستخدمها يكون سهل الوصول إلى الهدف من حفر البئر. ممكن نبدأ بالمقدمة introduction. Well drilling techniques are currently used to extract large and significant quantities of natural resources. معناها يعني تقنيات الحفر حاليا تستخدم لاستخراج كميات كبيرة من كميات كبيرة ومهمة من الموارد الطبيعية، كذلك المواد from the ground من تحت الأرض. The most important fields for which the wells are drilled are يعني هنا عندنا الحقول أو المهمة اللي نستخدم بها حفر الآبار. طبعا حفر الآبار هي هذه خمس أنواع من الآبار ممكن نحن نستخدمها ونحفرها. الأول اللي هو oil and gas extraction، معناها شو؟ لاستخراج النفط والغاز. كذلك exploration اللي هو الاستكشاف،
وعندنا الثالث هو drilling water wells، معناها نستخدمها لحفر آبار المياه. كذلك drilling mine wells اللي هي آبار المناجم. كذلك soil study لدراسة العفو لدراسة التربة. الويل كونسبت مفهوم البئر. The well is defined as special metallic structure، يعني هو عبارة يعرف انه فد انه structure حديدي يكون على شكل سلندر، which is drilled without landing the human being. قطر البئر هو يعني اصغر بكثير من طول البئر. طبعا البئر يتكون من العناصر التالية اللي هو الويل هيد، وعندنا الويل هيد، وعندنا الجزء الثاني اللي هو الويل وولز اللي هو والاكسس اوف ذا ويل والبوتوم اوف ذا ويل والديب اوف ذا ويل والويل لينث. فممكن احنا هنا نشوف اللي هو الويل هيد بالضبط، هذا هنا الويل، هذا المنطقة. كذلك الويل وولز هو جدران البئر، وعندنا الاكسس اوف ذا ويل معناها المحور مالته اللي هو هذا منقط موجود هنا او مثل هذا المائل نفس الشيء موجود. وعندنا البوتوم اوف ذا ويل معناها اللي هو قاع البئر مالته اللي هو هذا البوتوم مالت البئر. وعندنا الديبث اوف ذا ويل معناها شنو الديبث اوف ذا، معناها العمق ماله، جد العمق ماله اللي هو مثلا اذا كان هذا العمق ماله نحسبه من هذه النقطة لهذه النقطة، كذلك من هذه النقطة. عندنا اخر شيء هو length of the well معناها حتى لو كان مالي ينحسب كل طول البئر مالتنا بهذا بشكل عمودي. عادة the diameter of the well، the first diameter is 900 ملي متر، يعني دائما من البداية يكون أكبر قطر عند 900، and بعدها بالمراحل اللي تليها راح يقل قطرة إلى 140 ملي متر. لان اني كل ما امشي مسافه كذا كيلومتر انزل تحت الارض راح اقل القطر، حتى المرحله السابقه هي تهيئ تعملها عمليه كيسنج، يعني راح ندرسها بالمحاضرات القادمه ان شاء الله، ونعمل لها سمنتنج يعني داير يعني حولها. وبعدها ننزل الى مرحله اخرى، من ننزل الى مرحله اخرى راح نقل القطر حتى ممكن احنا نعمل الثقب وهكذا، وراح ندرس هذه بصوره مفصله. اذا عاده البئر هو يكون قطره بالبدايه اكبر، والمراحل النهائيه تقريبا 140 ملم. The well is accomplished by drilling which is set of works، يعني هو عمليه الحفر دائما تنجز بمجموعه سيت من الاعمال. By which the rock layers are penetrated، اختراق يعني الطبقات الصخرية from the surface من السطح الأرض of the earth to the planning deep إلى العمق المخطط له of the wall، يعني جد عمق الويل مال الويل مالتنا العفو لعمق الويل جد احنا محددينه مخططينه ممكن ننزله. This includes break up rocks، يعني اللي هي تحتوي هذا عملية الحفر اللي هي تكسير الصخور at the bottom يعني القاع، lifting drilling products يعني شو نسوي احنا راح نرفع الاجزاء المقطوعه اللي الصخور المقطوعه الى الاعلى to the surface الى السطح، then casing the well يعني اللي هو تغليف البئر بتغليفه في pipes في tubes او pipes معدني، وبعدها اون سيمنتنج نعمل عمليه وبعدها عمليه السيمنتنج اللي عمليه السيمنتنج اللي تكون حول الكيسنج حول البايب اللي الناس يعني في نسوي بيه عمليه الكيسنج. كلاسيفيكيشن اوف ويلز، تصنيف الابار، اول شيء ديبندينج اون ذا بوزيشن، بالاعتماد على موقعها او موقع الحفر. طبعا النوع الاول هو vertical wells اللي هو the slope of angle of centroid expected to the normal axis less than 100، معناها يعني هذا عادة الvertical يكون الميلان ماله اقصى شيء هو 5 درجات، والانكلاين يكون الميلان ماله اللي يكون اكثر من 5 درجات، وعند direction well اللي هو يكون planning to advanced diameter، يعني ممكن احنا ممكن الانكلايد يكون مائل
فممكن وآخر أخير واحد اللي هو horizontal wells اللي يكون أفقي. طبعا هذا الرسم يمثل الأنواع الأربع من أنواع الآبار according to depend on position اللي هي عدة ما هو ال vertical wells وال incline وال directional وال horizontal، وهذا الرسم يمثل كل نوع منها. طبعا according to the target of the drilling يعني النوع الثاني اللي هو الهدف من البير مالتنا بهاي الحالة، هذا التصنيف الثاني اللي هو جيولوجيكال ريسيرش وولز اللي هو الآبار الجيولوجية، الأبحاث الجيولوجية. وعندنا اكسبلوراتي وولز اللي هي الآبار الاستكشافية، برودكشن ويل اللي هي تحتوي على ايفالويشن تقييم الآبار، انجكشن ويل والكنترول ايفالويشن تقييم إذا كان عندنا بير مثلا نقيمه ونشوف شنو ممكن انه يكون ضغطه قليل، ممكن احنا نقيمه وندرس حالته. كذلك عندنا الانجكشن ممكن ويل يكون ضغطه قليل ممكن نضغط فيه عن طريق هذا نضغط مثلا الماء حتى يدفع النفط الى الاعلى. وعندنا الكنترول ويلز اللي هي الابار السيطره، ممكن اسيطر عليها عن طريق انه ممكن ادخل ضغوط الى التعبيه وحصل على اللي النفط اللي متبقي، او ممكن اني اسيطر على ضغط البير فممكن اقلل ضغط البير عن طريق اللي هو الكنترول. ممكن عندنا ابار مع سبيشال اوبجكتيفز اهداف خاصه. الجزء الاخير من المحاضره اللي هو درينج ميثود اللي هو طرق الحفر. طبعا الطريقه الاولى اللي هي كيبل درينج ميثود، عادي نتلخص بهذه النقاط اللي هي ذا اولدست درينج تكنيك. هو تكنيك قديم، هذا قديم يعني جدا الحفر اللي هو الكيبل درينج. طبعا involves crushing of rock using heavy chastel bit and steam. طبعا تحتوي هذه يعني هذه طريقة الحفر هي عبارة عن تكسير الصخور باستخدام يعني بيت اللي هو راس حفر مع تشاستل اللي هو يكون زنبيل اللي يرتبط به البيت، والساق اللي هو ينطي الوزن لأداة الحفر بهذه الطريقة للحفر اللي هو الكيبل. وتكون عادة هذه مربوطة في كيبل لفترات. طبعا البيتس اللي هو راس الحفر يعني يسحب من البئر، and cuttings are suspended يعني والأدي الأجزاء اللي يعني المقطوعة اللي هي من البير اللي هو الأحجار وما ذلك راح تطفو in the water، راح تصير على شكل عطيان من هالقبيل. This is then removed by boiler or pumping. فعادة احنا راح هذه نسحبها إلى الأعلى عن طريق البايلر أو البامبينج to surface. اللي هو البايلر ممكن نشوفه اللي هو هذا البايلر، هذا اللي هو بعد عملية القطع. طبعا هذا اللي شفناه قبل شوية تكلمنا عنه اللي هو هذا الستيم، هذا الساق، وهذا عندي هذا اللي هو البت اللي هو ممكن يربط بهالطريقة معه، وهذا قطع آخر اللي هو هذا الكيبل شلون يربط به. طبعا هنا عندي البايلر اللي هو ممكن احنا اكثر نوع موجود، هذا عشان موجود بي على شكل الجيت موجوده. هذه راح عندما يعني تنزل بثقلها داخل الحفر راح هذه البوابه ترتفع فيدخل الماء اللي يحتوي على الاجزاء المغطيه اللي هي الكاتنجز المقطوعات داخله، ومن تحصل عمليه السحب الى الاعلى عن طريق هذه الحلقه الموجوده راح هذه البوابه تغلق وراح يبقى بداخل الطين. ممكن نطلعها برا ونفرخها وندخلها من جديد حتى نطلع شكل شيء ممكن هو الكاتنجز الموجود داخل البير. هذه النوعية الثانية موجودة بها هذه البوابة. طبعا عندنا ممكن نشوف هذه الشكل اللي هو هذا أحد أنواع الأجهزة أو المكان اللي هو الريجز، هذا اللي هو الحفر اللي هو طريقة الكيبل دريلينج اللي هو هذا يكون عبارة عن ستاند بسيط، وهذا هنا موجود محرك ممكن هذا المحرك يدور هذا السلك وينزل هنا أكثر. طبعا واضح يكون هذا على شكل سيارة موجودة عربة، ممكن هذا هنا المحرك وهذا السلك ينزل بالطريقة، وهذا هو هنا يكون رأس الحفر وهذا الستيم وهذا
هذا الاستبل عفوا هذا البيت راس الحفر وهذا السلك، فراح هذه المحرك الموتور يسحب الى الاعلى وراح ينزل ممكن انه يطلق هذا الجزء باي جرافيتي، ينزل راح يخترق الارض وعمليات متكرره وبعدها ينسحب وممكن يدخل يرفعه ويدخل البيلر حتى يسحب شكو طين صار مع الماء اللي الكاتنجز اللي هو المقطوعات يرفعها الى الاعلى. كيبل تول درينج سترينج كومبوننتس يعني اللي هو محتويات او اجزاء اللي الدريلينج سترينج اللي بطريقه الكيبل تول اللي هو هذا كله يسموه درينج دريل سترينج اللي هو بالضبط دريل سترينج اللي هو يعني هذا مرحله هذا الكيبل والستيم والكونكشن مالته اللي هو سوبل كذلك راس الحافه. طبعا هنا احنا مسويها اللي هي مكون من اربع اجزاء اللي هو تخص الدرينج سترينج بطريقة الكيبل اللي هو شيء درينج كيبل الموجود اللي هو الكيبل الموجود اللي هو هذا، وهذا طبعا اللي مهمته انه يرفع الى الاعلى التولز مالتنا ويسيطر على الحركة مالتها ويصور السوكيت هو يربط لنا بين السلك وبين التولز مالتنا اللي هو بالضبط. احنا نقدر هنا نشوف هذا الكابل وهذا السوفل اللي هو هذا الجزء راح يربط بي الستم اللي المستم اساسا مربوط في اللي هو البت، وبعدها عندي سوفل وعندي الكابل، فبعدها يجي اول شيء قلنا الدريلنج كابل بعدها سوفل سوكيت اللي هو راح يسوي عملية الربط بين السلك وبين الستم، بعدها الستم وبعدها الدريل بيت اللي هو رأس الحفر. طبعا هذه احنا عندنا هذه قبل شوية شرحنا لكم عليها الرسومات الموجودة، هذا الرسم كامل هذا في بعض التفاصيل للاطلاع. طبعا هنا ناخذ اللي هو advantages of the cable tool. طبعا اللي هو طريق الادفانتج بهاي الحالة يعني بهذا الطريق من الحفر، اول شيء هايلي سيوتبل فور ريموت سيتنجز معناها شنو كلش مناسب للمناطق البعيده ممكن نستخدم هاي الطريقه للحفر، حتى ممكن احنا نحصل على حفر بير وعلى المياه الجوفيه. طبعا الكيبل تولز لو فيول كونسبشن يعني تستهلك وقود قليل طبعا هاي الطريقه. طبعا تحتاج الى small needs for water and other materials، ما تحتاج مويه هواي لان عملية الحفر عندما تنزل عندنا راس الحفر الى الداخل راح اساسا ما يحتاج الى انه ندخل مي او من القبيل كسائل حفر، راح هو ممكن ينزل فقط بالحتاجة من البداية وبعدها راح تظهر المياه الجوفية وممكن هو المنطقة تصير يعني لينة وهشة وممكن نحصل على عملية حفر متواصلة. low capital investment and cheap maintenance طبعا كلفة قليلة كذلك صيانة قليلة كلش رخيصة لأن هو معدة بسيطة. طبعا عادة هذه مفيدة للمناطق اللي ما بيها مي نستخدم هاي الطريقة حتى نحصل على الآبار الآبار. طبعا تكون هاي الطريقة كفؤة باعتبار انه ممكن شخص واحد ممكن يعني single person ممكن ينفذ هذا البير وحده بدون اي مساعده من شخص اخر. طبعا الديس ادفانتج اللي هي اللي تكون يعني الشغلات اللي هي يعني غير مفيده بهاي النوعيه يكون من الحفر، طبعا الانتاجيه مال الحفر تكون بطيئه يعني خلال يوم بير داي تكون يعني مقارنه مع الطرق الاخرى لان بطيئه. وطبعا هاي هارد روك بنتريشن ريتس فيري لو طبعا اختراق الصخور الصليبه تكون كلش بطيئه. Despite many new drilling developments, cable tools remain a useful and proven drilling techniques of some drilling applications. طبعا مع يعني تطور عملية الحفر الحالي لكن تبقى هذه الطريقة هي مفيدة بالاستخدام ومن نستغني عنها في الكثير من التطبيقات خاصة الآبار البعيدة. طبعا عندنا هسه الطريقة الأخرى اللي هي الاجر دريلينج مثلا. طبعا هذه الطريقه عاده نشوف احنا ممكن من الرسم ممكن احنا نشوفها هي عباره عن شنو، دائما هذه الطريقه تكون
محمولة بالتراك يعني يستخدمونها، أو مرات تكون مانيوال يدوي، بس عادة هي تكون على شكل يعني تكون هذه تراك يعني اللي موجودة لها عربة تكون هي خاصة لهذا. دائما هذه نستخدمها في عملية السامبلينج، يعني مثلا أنا أريد أخذ السامبل آخر معين من الأرض حتى أدرسها، فهذه راح تطلع لي في السامبل. هذه عادة هي تشبه يعني البريمة تقريبا، بس هم يسمونها الهيليكال، اللي هي هيليكال فلايتس، اللي هي هذه مالتها الفلايتس، هذه كأنما شلون نقول الأجنحة مالتها، وهذا بالنص هذا الرود مالتها أو الشافت، ودائرة بدائرة يكون هذا الهيليكال فلايتس. طبعا هذه ممكن احنا ان اكو انواع اخرى منها، اللي هي اذا كان انا عندي مثلا بهذه الطريقه شوف هذا النوع، ممكن اكو اسوي اكستنشن امتداد هذا راس الحفر مالته. طبعا هنا راس الحفر عباره عن شنو، كله هو عباره عن يعني شافت ودار مدار مالتي الفلايت مالته فلايت اقر. فممكن انا استخدم هنا يسموه باكيت، هذا ممكن بداخل هذه بدايته تحفر، هذه راح تجمع بيها الكاتنجز اللي هي شق شيء قطعه هنا يتكون. هنا ممكن اني اسوي اكستنشن اذا كان عندي عباقه كبيره، عاده من هذا يكون القطر كبير فممكن هذا يكون اكبر، فممكن بعد عمليه الحفر راح نسحبها نخرجها للخارج. عندنا نوع اخر هذا ممكن بهالطريقه موجود، عباره عن عربه مدولبه وهذا البرج اللي موجود، وممكن تنزل هذا راس الحفر، بس هذا يكون مختلف شويه. في موجود مجموعه من الاجسام، كذلك هذا البليد اللي هو هيليكال اللي هو حلزوني. قبل ما نفوت بعمليه الروتري دريلينج، ممكن هنا اشوفكم فيديو على الكيبل دريلينج حتى ممكن احنا نشاهده سويه، ويكون يعني ممكن نشوف شلون عمليه تحصل هذا الفيديو مالته. طبعا هنا هذه موجوده، هذه اللي هو هذا السيستم مالتنا، هذا السيرفر مالتنا، هذا الكيبل. بس هذا حاليا هذا هو الكيسنج اللي هو الموجود من 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 بعد، يعني بعد عملية الحفر هذا الكيسنج مالته. هنا الفتحة حتى يبدي ينزل هذا، حتى نمشي هسه شوي حتى يكون أسرع. بس سحب هذا رأس الحفر، هذا الموجود، هذا البيت قطع الإعلان على بس هو هذا يخلي مواد معينة داخلها حتى يسيطر على شعر الحفر، وعلى شو يخلي مثلا تبكي اللي حتى تطفو الأجزاء الموجودة اللي هو الكتنز مع الماء. طبعا نلاحظ وراها شنو اللي ممكن نسويه. بس انا اخليه من الماء، بس بدا ينزل راس الحفر. بس بدأت تعمل، يعني هذا الشيء الحركة إذا شغلان على عملية صعود الليل حتى يخترق الأرضية بشكل باكر، وساعدت هذا الكيبل اللي هو يمكن موجودة هنا في هذا المحرك اللي هو عملية ترددية. يصير حاليا في مرحلة إنه هو الحفر، ينزل هذا رأس الحفر ويمكن يقطع النور، بس بعدها ممكن تشوف شنو المرحلة اللي بعدها. بس مستمر هو عملية الكاتنج، وده يخترق الارض وده ينزل، كل ما هذا ينزل الكيبل ينزل حتى الى الداخل.
هسه انتهى العملية في الحفر. هسه بعدها شنو ممكن نسوي؟ شنو نشوف راح نسوي؟ هسه دخل هذا البايلر، هذا اللي راح اطلع بيه الكابلز، دخله الى الداخل. هسه بدا يسحبه، هسه سحبه، راح نفرغ الكابلز هنا. فرغت هذا الحاوية، نزل الطين الموجود اللي سحبه، وهاي العملية تتكرر إلى أن يوصل للعمق المطلوب. وبعدها قبل هسه بعد ما ينزل هذا الموجود هذا الفايت راح يسوي نفسه، يستخدم هذه الآلة، راح يبدي ينزل هذا اللي جوا. بعد ما نزل إلى عمق جديد هذا الفايت راح يضربه بحيث آلية معينة، مثل ما دائما كان يفتح فيها ممكن حتى ينزله، يربط على هذا السن فايت إضافي حتى شنو يتبطل البير من الخارج حتى ما يدخل العطيان. هذا بعد يسوي عملية النزح بعد الآن حتى يخلص منها، وانتهى الفيديو مالتنا. طبعا هسه عندنا النوع اللي هو الروتري درينينج، هو يكون اكثر النوع المستخدم خاصة في حفر الآبار النفطية. طبعا الروتري درينينج uses a sharp rotary drilling bit to dig down through the air crust. معناها شنو اللي يقول لك الروتري درينج يوز يعني بيت اللي هو يكون حاط حتى يحفر ديك داون ثرو ذا ايرث كراست، حتى يخترق طبقة قشرة الارض، حتى يخترق قشرة الارض. much like a common hand held drill، يعني بالضبط ويشبه البريمة اللي نستخدمها، بالبريمة هذه اللي نستخدمها الدريل بالضبط هي العملية تشبهها. طبعا دوران البت يعني الدريل بت راح يسمح انه باختراق حتى الصخور اللي تكون الصليبة جدا. archaeological records، طبعا الاثار سجلت انه يعني مبكر المصريين قبل 3000 سنة قبل الميلاد كانوا يستخدمون طريقة مشابهة لروتري دريلينج. ثم كذلك عندك لوراند دي فانش يعني سنة 1500 طور التصميم اللي هو روتري دريلينج، وبقى هذا يعني استخدامه قليل لحد 1900. بعدها صار استخدامه أكثر بسبب أنه التطور اللي صار في مجال البترول فيلد، وصار تطور يعني هائل وسريع في هذا المجال. طبعا الاشياء المهمه اللي لازم نعرفها، the basic rotary drilling system consists of four groups of components، يعني اربع اجزاء مهمه عندنا في اللي هي في منظومة الحفر، اللي هي the prime movers، وعندك hoisting equipment، rotating equipment، and circulating equipment، all combine to make rotary drilling possible. يعني هذه الأربع أجزاء أو أربع محاور في عملية الحفر كلش مهمة حتى تحصل عندنا عملية الحفر. طبعا the prime movers اللي هو عادة احنا كل شيء نحتاج الى حركه، فالحركه دائما هو الرجز عندنا هذا اللي موجود، هذا الشيء المبسط هذا رسم اليه يحتاج الى حركه، كان يكون حركه الرافعه اللي الهوستنج مالته، يحتاج تدوير راس الحفر، سيركوليشن لسائل الحفر، فكلها نحتاج الى كذلك الاناره والكهرباء اللي نحتاجها في هذا السيستم او الريك يجب ان تكون متوفره. فعادة البرايم موفرز يعني اللي هو هنا داخل اياها هذه مجموعة من الكلام ممكن احنا نطلع عليها، فعادة يستخدمون مثلا الريجز، نستخدم بيه مثلا محركات بخار او ديزل، وهذه يتحول بالتالي الى كهرباء، وممكن احنا نستفاد من هذه الحركة اللي هي طبعا تستهلك طاقة بهاي الحالة، كان يكون مثلا الديزل او اي وقود اخر حتى نحصل على الحركة، وهذه الحركة ممكن نحولها إلى كهرباء
حتى ممكن يكون عندنا الريك كامل من جميع النواحي، حتى يكون يحتوي على ممكن احنا نشغل التوربينات، كذلك رأس الحفر، إلى كذلك عندنا الهوستنج اللي هي الرافعة، وممكن احنا نشغل كل يعني المحركات والموتورات اللي موجودة في الرجز مالتنا. عندنا الشغلة الثانية اللي هوستنج اكوبمنت، اللي هي شنو الرافعة؟ طبعا الرافعة هنا خلينا نشوفها اللي هي هذه بالضبط، هذا الكيبل وهذا رأس الحفر مالته. طبعا هنا الهوستنج اللي هي شنو الرافعة؟ هذه الرافعة خلينا نشوفها هنا، هذه فشي مبسط عبارة عن برج، هي برج هذا يعني مكون من الاستراكشر هذا، ومربوط بيه بكرات اللي هي كراون بلوك، كذلك بلوك، كذلك الدريلنج لاين اللي هي هذه الرافعة مالته. ممكن احنا نرفع بايبات الحفر اللي تنزل بالداخل تحفر، ممكن نسحبها وممكن ننزلها. طبعا حالة ادارتنا كل ما ننزل اكثر بالعمق اللي هي احنا اللي هو هذا الهوستنج راح يسوي. طبعا هذا الهوستنج موفمنت اللي هو هاي الرافعة مسؤولة عن حمل كل اللي هو السترينج. السترينج هو عبارة عن شنو؟ سترينج عبارة عن عبارة عن اللي هو عبارة عن البايبس الموجودة تربط واحدة بالأخرى حتى ننزلها يكون براسها رأس الحفر. فهي راح شنو بالضبط حتى نشوفكم عن طريق هذا الرسم. هذا السترينج مالتي اللي هو يبدي منه، نقول هذا رأس الحفر، هذا الدريل كولرز كولر اللي هي هذه تكون تكون بايب ثقيل قطرة أكبر من الدريل بايب، وبعدها مرتبط بيه الدريل بايب هذا عبارة عن كوبلين يعني مربوطة اللي هو مثل يربط بين جزء بين بايب وبايب. طبعا البايبات تكون مساوي وستاندر، وبعدها يوصل إلى هنا إلى هذه هذا يعني بالضبط هنا اللي هو السوفل اللي هو عبارة عن مربوط بيه اللي هو الرافع. ممكن هذا هنا هذا كل في الهوستنج اكوبمنت سيستم مالتي راح هو يرفع كل هذا البايب اللي هو اوزان عطلان باعتبار انه نزل اعماق كلش كبيره. ممكن احنا وقت الصيانه او تبديل راس الحفر كان يكون مثلا يعني يتاكل او يحتاج الى وير صار بي يعني او كانما يعني صار بروكن عطل، ممكن احنا نسحب وممكن احنا نضيف بايبس اخر لها راح نفتح وننزل وهكذا، وممكن احنا نغير اقطاب في الى مرحله لاحقه. طبعا هذه البايبات الموجوده كلها طبعا بريك باي از مانيفاكتشر تو ميت تو ذا سبيسيفيكيشن اوف ذا امريكان بترولوم انستيتيوت. فدائما البايبات الحفر الموجوده هي لازم تكون شنو تحت المواصفات اللي هي المعهد الامريكي للنفط اللي هو اي بي اي اللي هو امريكان بترولوم انستيتيوت واند اذرز. اكو يعني دائما هو الاذرز معناها كل يعني الشركات الاخرى او المؤسسات اللي تدعم الانتاج النفطي تكون موحده في مجال الاكوبمنت المعدات والفيتنجز الموجود، تكون كلها نشاطه ممكن تكون بيناتها يعني ممكن تشتغل. حتى لو تجيب يعني اي معده من الشركه لازم هي تشتغل غير المعده الاخرى من الشركه الثانيه حسب انه الامريكان بترولوم انستيتيوت. طبعا هنا شرحنا لكم انه ان الكولرز هو هيلب تو اديد ويت، فاذا دائما هاي الكولر شو تسوي؟ تعطيني فد وزن اضافي حتى ينزل. طبعا احنا هسه نجي اللي اخذناها اللي هي هذه كانت الهوستنج حكينا عنها اللي هي الرافعه مالتنا، شلون اللي هي هاي عباره عن برج، حكينا شلون راح ترفع لنا مالتنا كل هذا الشيء اللي هو عباره عن السترينج الكامل اللي هو هذا موجود هنا بالضبط. اللي هو هذا السترينج مالتنا الكامل مسؤول عن رفعه وتنزيله عن طريق هذا الرافعه او هذا البرج. هنا عندنا شنو هسه نجي على الروترنج كومبلكس اللي هو راح اللي هو اساس عمليتنا بالحفر اللي هو المسؤول عن عمليه الحفر. طبعا الروترنج كومبلكس قبل ما شرحت اهم شويه هو عباره عن شنو راح طبعا دائما يحصل على الحركه من يعني البرايم موتورز اللي يسطرها في ذا روتري تيبل، فدائما يحصل حركه من روتري تيبل. روتري تيبل وينها تكون؟ اللي هي هذه روتري تيبل، هذه راح تحصل على الحركه كان يكون جير بوكس يحركها فيتحرك بهالصيغه. طبعا هو راح تجي حركه جانبيه من فد موتور او اي معين ممكن تحصل عليها. طبعا عاده هو ادني الروترينج اكوبمنت طبعا موجود عباره عن شنو مجموعه
للبايبس اللي حكينا عليها قبل شوي اللي هي ضمن المواصفات الأمريكية. طبعا هذه البايبات احنا ممكن نربطها واحد بعد الآخر، تبدي منها من هذا المكان تنزل إلى الأسفل، كل ما ننزل أكثر راح نربط بايب إضافي وننزله وهكذا. ولكن بالبداية احنا لازم رأس الحفر ينزل مع الدريل كولرز اللي هاي راح توفر لي الويت الكافي حتى هذا يكون عليه ضغط على الأرض، ممكن حتى ياخذ يحفر حتى يتسلط ضغط على رأس الحفر ويحفر الصخور اللي تكون هارد ممكن احنا نخترقها، وممكن نخلي اكثر من كولر حتى نزيد الوزن. وتحصيل حاصل كل ما نضيف بايبات اكثر بعد راح الوزن يزيد وعملية الحفر تكون اسهل، باعتبار هذا الوزن كلش مهم ينضاف الى الضغط اللي هنا يسلطه على منطقة الحفر تكون بالصخور او اي شيء اخر. طبعا عندنا هنا ممكن الشغلة الاخرى اللي هي الروتري درل بيتس، طبعا هذا جزء مهم جدا اللي هي وين بوجن مثل ما قلنا بالدريلينج سترينج. الدريلينج سترينج هو شنو عبارة، حتى اذا يعني هذا السؤال تسأله شنو الدريلينج سترينج، هو عبارة عن هذا يسموه سترينج، هو كل هذا يبدي من الاعلى البايبات والدرل كولر وبعدين هو البيت، وهذا كله درل سترينج اللي هو هذا اللي هذا مسؤول عن رفع منه الرافعة مالتنا اللي قبل شوية تكلمنا عن الهوستنج اللي هي هاي مسؤولة عنها، اللي هي مسؤولة عنها الهوستنج ومادة الرفع اللي تنزله وتحطه داخل الجار. طبعا وراها اللي قلنا هذا اللي هو روتري درل بيتس. البيتس هو حتى نشوفه هنا طبعا هو مسؤول عن يعني عن تكسير الحفر في الصخور وفي الأطيان داخل تحت الأرض. طبعا عادة موجود عدة أنواع منه، هو اللي يكسر التربة ولاير لاير ممكن يحفر ويزيل إلى الداخل. طبعا احنا ممكن حتى البساطة احنا ممكن نقسمها إلى مجموعة من البيتس. طبعا أول شيء البليت أور دراج بيتس فورجد ستيل والتنجستين كاربي، هذا الأول. هذا شنو عبارة عن شنو؟ عبارة عن بليد موجود مالته، هذا بليد فورجد معناها هذا مطروقة، يعني تصنيع ماله مو تشغيل ولا صب، عبارة عن شيء ينطرق تحت مطار كبيرة، ممكن حتى تزيد كثافة المعدن ويكون يعني حتى يتحمل الضغط العالي وما يفشل المعدن ماله، وهذا موجود بعدة أنواع. الشغلة الثانية الستيل توث روتري بيت اللي هو ترايكون، اللي هو هذا ترايكون اللي هو يكون ثلاثي لكنما على شكل مفروض ثلاثي ب ثلاث ركوب. هاي الحركة مالته طبعا هذا هنا السن اللي هو يرتبط هنا بالضبط، هذا من السن مالته حتى يكون واضح، هذا السن مالته يرتبط بالضبط هذا هنا من الأعلى يرتبط بهذا الكولر يربط به، هنا مخليه بالمقلوب يعني المفروض بالعكس. وهذا طبعا يحصل سرعة دوران آخر يحصله عن طريق الدوران هذا، ممكن هذه الدور ثلاثة كم هذه وبراسه عبارة عن شنو، عبارة عن خطو عن رؤوس قاطعة ممكن تقطع عنها الأجزاء اللي هي الصخور وإلى ذلك. وأدنى النوع الثالث البولي كريستال دايموند اللي هو هذا النوع الثالث، هذا اللي هو بولي كريستالين دايموند اللي هو هذا أدنى الدايموند الموجودة هي الماسة دي. وعندي النوع الأخير هو دايموند بيصاب إندستريال دايموند، هذا شنو دي دايموند صناعي اللي هو يكون هذا الرؤوس الناعمة الكثيرة. طبعا هذا كل نوع من عنده هو الاستخدامات، طبعا بت تايب واحد واثنين ار موست كومنلي يوز تو ذا ووتر ويل درينج اندستري، دائما شنو حفر الابار المي. عندك بت ثلاثة ان اديشن تو وول اند جاس اندستري اولسو هاف ابلكيشن ان ذا دايركشن درينج سيكتور، فاذا بنستخدمه وين بال فهي تكون نقطة مهمة، احنا نستخدمه وين بالدايركشنال درينج، يعني هذا اللي يكون موجه عندنا حسب ما حكينا عنه، يستخدم بالجاس والاندستري. والنوع الاخير هو دائما بالجيو فيزيكال، يعني الشغلات اللي تكون كلش طيبة نستخدم هذا الشيء اللي هي الشغلات اللي هي جيولوجية تكون كلش الكور العالي منها. رابعا عندنا السيركليتنج سيستم، طبعا السيركليتنج سيستم
هو عبارة عن منظومة لتدوير عندنا سائل الحفر اللي هو اسمه المود، هنا نسميه مود أو درينج فلويد. فإذا هنا له تسميتين، مود أو درينج فلويد. طبعا شنو هنا حتى اشرح لكم اياها بشكل مبسط، عندنا اذا هذه كانت عندنا المنظومه مالتنا، هذا السيستم مالتنا او الرق مال الحفر، فراح نشوف لكم شلون سائل الحفر راح يشتغل. طبعا هنا عندي مضخه راح اضخ سائل الحفر. سائل الحفر عاده يكون نوعين من سائل الحفر، كنا يكون سائل الحفر هو البيس ماله، يا اما يعني يكون نفطي او زيت، يعني عاده نستخدم الغاز، يعني الغاز اويل، او يستخدمون المي البيس مالته، ومع طبعا اديتيفز اضافات يضيفون لها مواد تساعد انه تزيد لزوجته وتزيد كثافته. حتى اذا زيدنا لزوجته وكثافته ممكن احنا نرفع الكاتنجز، الاجزاء المقطوعه راح تطفو عليها وتطلع الى الاعلى. نتبع احنا شلون ممكن يعمل. بعد هذا المود بامب اللي هو مضخه المود مالتي، اللي هو مود معناها طين، بس تجي وسائل الحفر عاده هم يسموه مود. طبعا يجي عن طريق هذا البايب، راح ينزل منين عندي؟ من هذه المنطقة اللي هي الأسلوب الموجودة عادة مرفوع منها مالتنا قلنا بالهوستنج الرافعة، بس اكو فتحة هنا موجودة بي تسمح انه يدخل سائل الحفر من هاي من هذا المكان، فينزل عن طريق هذا الفايل، يمر هذا قلنا الروتري تيبل اللي تفره، ينزل بالدريل بايب، بعدين يوصل هنا هذا عند الدريل بيت اللي موجود هذا، وبعدين شو يسوي؟ راح يطلع منه وراح يرجع بالضبط لهذا الحوض، يجي هنا. طبعا هنا سوي له عملية فلترة مد بفير لاين، راجع هذا سوي له عملية فلترة بهذا المد بت، يعني مو بت، البت معناها رأس حفر، بينما بت معناها يعني شلون كأنما حوض أو من هالقبيل. فينزل هنا راح يسوي له عملية فلترة ونضيف للمواد اللي نحتاجها مره اخرى ويدخل. فهذا راح يسال شو يفيدنا سائل الحفر بهاي الحاله. اولا سائل الحفر راح يبرد راس الحفر مالتنا، راح يبرده. الشغله الثانيه راح يساعد على رفع الكاتنجز. طبعا هنا راح يكون هذا سائل الحفر دائما احنا نرفع كثافته، نضيف له مواد نسوي كثافته، خلينا يضيفونه مثلا باريت، نضيف له او اي مادة اخرى اللي هو زيد كثافته، ينضاف له كذلك مادة زيد اللزود، ومن هالقبيل راح نجي بعدين ندرسها بالتفصيل. طبعا راح يرفع الكاتنجز اللي هو سائل الحفر مع الاحجار اللي يقطعها، وراح يسحب هذا الثاو ويطل هاي العملية اضخ ويرفع ولها وهكذا. فهذه اللي هو السيستم مالتنا شلون يعمل. طبعا هنا اكو تفاصيل انه اني اثناء المدرسة يسوي لي يمكن هذا راح اسوي له مود تايب كي، يعني انا من اسوي احفر هنا عندي هذا راس الحفر، جوانب البير تحصل على شكل طين يعني جامد يسموه تايب كيك. شلون الكيك احنا بحيث يكون ثابت شكله بس هو طين جانبي. طبعا ورا هاي العمليه اللي هو شو نسوي؟ لازم نسوي كيسنج. اذا تشوفون هذا هسه اللون الوردي، هذا من وصلنا لهنا حفر احنا لازم دائما شنو نسوي كيسنج، يعني كانما شلون نسوي تبطين للبئر اللي حفرناه. عندنا نقطة مهمة أخرى اللي هي Basic Rotary Operation. طبعا شنو هذه معناها باختصار؟ إنه إحنا عندنا عدة طرق موجودة اللي هي الشائعة The most common method of applying the rotary track to the bit R، يعني عندنا أربع طرق اللي هي تسوي عملية الدوران للسترينج مال فرس الحفر، اللي هي مثلا عندنا اللي عرفناها تكلمنا بها عن طريق الروتري تيبل، ممكن روتيك ذا درل يوزنج دايركتلي ذا هيدروليك يونت عن طريق يعني منظومة هيدروليكية، ممكن تعطي الدوران لرأس الحفر مباشرة، وممكن عندنا يعني داون هول موتورز اللي هي also called downhole توربينز، ممكن توربين داخلي هو ممكن ينطينا الحركة. فهذه تقريبا ثلاث طرق. عندنا الطريقة الرابعة اللي هي dual rotary rigs which operate upper and lower top head drives enter the rotary cuttings motion door port of the ring bit and casing. ممكن تجينا هي نفس الوقت هي راح تحفر وهي تسوي لنا عملية الكيسنج بنفس الوقت. كذلك عندنا النقطة المهمة اللي هي ميثود
methods of feeding the bait. بهاي الحالة طبعا احنا دائما عملية الحفر تحتاج الى فيدينج. شنو معنى الفيدينج؟ معناها انا احتاج انه البت اللي هو رأس الحفر يحتاج الى قوة، اللي هي هذه القوة اللي هي راح تضغط على على المكان اللي يريد الحفرة، كان يكون الصخور اللي هي يعني طبقات الارض، فتحتاج الى ضغط اللي هو يسمى عملية فيدينج، يعني تغذية للبت مالتنا. عملية التغذية بالمادة اللي راح يحفرها طبعا عادة تحتاج ضغط. الضغط مين حصله؟ اللي هي عن طريق الدريل سترينج، اللي هو الدريل سترينج انكلودد دريل كولرز اند ستابلايزر تحتاج ارتين اندبند بت. فاذا شنو دائما اني احصل على الضغط عن طريق الوزن مالها، بالاضافة الى الوزن السترينج مالتي اللي هو بالاضافة الى وزن الكولر، يضاف له وزن البايبات الموجودة تحصل عملية الحفر. فهي الفيدنج عبارة عن شنو؟ عبارة عن ثقل أو الضغط اللي نحصله عن طريق الوزن أو ثقل السترينج مالتي حتى ممكن إنه يحفر بالأرض. عندنا النقطة اللي هي روتري فلويد سيركوليشن، يعني أني الفلويد اللي هو رأس العفو اللي هو المد مالتي أو الدرينج فلويد سوي عملية السيركوليشن مثل ما يعني وضحتها لكم هنا بهذه الطريقة. هذا راح يصير عملية السيركوليشن عن طريق هذه المنظومة مالتنا. طبعا هنا بهاي الحالة السيركوليشن اللي يصير عندي عدة طرق، several types of rotary drilling methods. ما هو شنو أكثر من نوع ممكن أني يدخل سعر الحفر من الداخل إلى الخارج حسب نوع التطبيق مالتنا اللي ممكن نستخدمه. طبعا عندنا النوع الاخر من طرق الحفر اللي هو داون ذا هول اير هامر. طبعا هذا النوع عادة نستخدم به الهواء المضغوط، يعني عن طريق الكمبريسرز، عن طريق الكمبريسرات. طبعا يستخدم في عمليات الحفر القريبة من قشرة الارض، حتى اذا كان هناك مثلا صخور صلبة جدا ممكن نتجاوز عليها بدون ما يصير عندنا مشكلة في السترينج مالتنا او البت. في حالة استخدم الروتري معاه، فهذه عملية الحفر طبعا عادة النوع الشائع اللي هو جاك هامر، commonly seen in the surface construction. طبعا دائما نستخدم في حتى في عمليات، يعني إذا كنا ملاحظين في الأسس مال البناء ممكن عادة يكون رأس الحفر ماله دي عبارة عن تنجستن كاربيت اللي هو وود هيفي ستيل، يعني يكون رأس الحفر مالتنا تكون عبارة عن تنجستن كاربيت يكون كل الصليب. طبعا من الادفانتج الفوائد مالته اللي هو دي اتش اتش اللي هو فاست هارد فورميشن فلتريشن، هي طريقه سريعه بالاختراق بالحفر. طبعا راس الحفر يكون عمره اكثر باعتبار انه هو مكون ماده، يعني انه مصنوع من مواد تكون كلش صليبه ومقاومه. طبعا الجو ما ياثر عليه استخدام، يعني عمليه الحفر ما ياثر علينا. طبعا بسهوله ممكن احنا نخمن يعني استنيت اللي هي الانتاجيه مالتنا، ما يحتاج نوع مود بامبس، ما نحتاج الى انه نسوي ساعة الحفر، ما يحتاج ساعة الحفر، مجرد انه هو عندنا هواء مضغوط وبراسه همر، ويمكن هذا الهمر راح يخترق لنا الارض بعمليات تردديه ويطلع صوت جدا عالي ويسوي نفس العمليه الحفر. طبعا عندنا ديس ادفانتج initial cost of air compressor. طبعا عندنا لازم الكمبرسرات ضخمه اللي تغطي الهواء تكون initial، يعني كلفه ال initial cost الكلفه الابتدائيه مالتها عاليه، والصيانه معاك تكون يعني عاليه باعتبار عندنا maintenance and repair والتصليح cost of compressor and HDD. يعني طبعا في هاي الحاله اللي هو يكون يعني cost مالتها عالي بعمليات الصيانة. عندنا النوع الأخير اللي هو الجت درلين. الجت هو عبارة عن شنو هاي الحالة؟ هو يستخدم الماء، عبارة عن نوزلات الجت يعني تضغط مي جدا عالي، عبارة عن ضغطات ماء عالية راح ممكن احنا نسوي بها عملية الحفر. طبعا هذه هو مذكورة كل التفاصيل هنا، احنا الشيء المهم يهمنا انه نستخدم الماء، جتات الماء بهاي الحالة لإجراء عملية الحفر. طبعا هنا التفاصيل كثيرة ممكن احنا تشوفوها، ممكن احنا نلاحظها وناخذ ملاحظات ممكن تدرسوها وتشوفوها، بس يعني بالمجمل انه هذه الطريقه يعني احنا استخدامها هو قليل يكون اللي هو جات الدرلين.
اللي هو يعني في الفولام غير واسع، واحنا راح نسوي تركيزنا اكثر شيء على اللي هو روتري ودريلينج بالدروس القادمه. طبعا اكو شغله مهمه هنا عندنا اللي هي the sequence of operation is as following when land will be drilled. يعني انا كان عندي لازم اسوي يعني اروح الى يعني موقع حفر، فانا احتاج الامور يعني prepare location before rig arrives، معناها شنو؟ انا لازم احضر الموقع مالتي قبل عمليه الحفر. طبعا في ضمن هذا الشيء السيلر اللي هو يعني القبو مالتنا، قبو الحفر يعني اللي هو راح ممكن يتكون من النقاط التالية: install conductor pipe يعني راح توصل البايب مالتنا، و prepare support rig والكامب اتسترا، يعني لازم نحضر الأرضية مالت اسمه حتى نخلي عليها الريك، الريك اللي هو معناها جهاز الحفر كله يعني منظومة مال الحفر سيستم، والكامب اللي هو يعني مكان السكن إلى آخره. بيلد رودز يعني لازم الطرق احنا كلها نبلطها لتأدي للموقع مالتنا، والفيسينج وديك بيتس معناها شنو؟ الحوض مالتنا اللي نشتغل بيه اللي هو الحوض مالتنا اللي راح نشتغل عليها الريك، والفيسينج اللي هو السياج مال كل الموقع مالتنا. بعض الاحيان نحتاج حتى نسوي احنا بير للماء، يعني اذا كانت يعني هالشيء بعيد يعني مالتنا الموقع بعيد، فنحتاج نسوي بئر ماء حتى ممكن نستخدمه. والمرحله الاخيره موف ريك اون ذا لوكيشن ريك اب اند بريبير ذا ستارت دريلينج. وبعد ما تكمل هذه البريبيرنج التحضيرات ممكن احنا ننقل الريك مالتنا وننصبه في ذلك المكان حتى تحصل عمليه بعد نبدا عمليه الحفر. نعرضكم قد يعني فيديو مبسط حول يعني يفيدكم ممكن هنطلع عليه في عمليه حفر الابار. Geologists and geophysicists have agreed on the existence of a prospect, a potential field, in order to find out if hydrocarbons are indeed trapped in the reservoir rock. هذا اليوم ينتهي، وممكن يعني احنا تشاهدون هذا الفيديو ممكن احنا نستفاد من عنده معافاك الشكر والتقدير. Geologists and geophysicists have agreed on the existence of a prospect, a potential field. In order to find out if hydrocarbons are indeed trapped in the reservoir rock, we must drill to hit them. Bearing in mind the knowledge acquired about the substratum and the topography of the land, the best position for the installation of the drilling equipment is determined. Generally, it is vertically above the point of maximum thickness of the geological layer suspected of containing hydrocarbons. The drillers then make a hole in conditions that are sometimes difficult. Of small diameter, from 20 to 50 centimeters, this hole will generally go down to a depth of between 2,000 and 4,000 meters. Exceptionally, certain wells exceed 6,000 meters. One of them has even exceeded 11,000 meters. Certain fields can be buried at a depth equivalent to the height of 12 Eiffel Towers. The derrick is the visible part of the drilling rig. It's a metal tower several tens of meters high. It's used to vertically introduce the drill strings down the hole. These drill strings are made up of metallic tubes screwed end to end. Transmit a rotating movement, rotary drilling, to the drilling tool, the drill bit, and help circulate a liquid called mud, because of its appearance, down to the bottom of the well. The drilling rig works like an enormous electric hand drill, of which the derrick would be the body, the drill strings, the drive, and the drilling tool, the drill bit.
unusual tool is an assembly of three cones, from which comes the name tricone, in very hard steel, which crushes the rock. Sometimes, when the rock being drilled is very resistant, a single block tool encrusted with diamonds is used. This wears down the rock by abrasion. Through the drill pipes, at the extremity of which the drill bit rotates, a special mud is injected, which the mud engineer prepares and controls. This mud cools the drill bit and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Finally, the mud cleans the bottom of the well. As it makes its way along the pipes, it carries the rock fragments, cuttings, to the surface. The geologist examines these cuttings to discover the characteristics of the rocks being drilled and to detect eventual shows of hydrocarbons. The cuttings, fragments of rock crushed by the drill bit, are brought back up to the surface by the mud. To obtain information on the characteristics of the rock being drilled, a core sample is taken.